أهلا بكم في ترند. نشر الحساب الرسمي لإدارة الملك عبد العزيز على تويتر صورة يعود تاريخها لعام 1935 ميلادية لبطاقة دعوة زواج بجدة، وتحت وسم وثائق تاريخية علقت الدارة على الصورة قائلة بأن توجيه دعوة الزواج عبر بطاقات تخصص للمدوين يعد تقليدا في المجتمع السعودي لم يتغير على مر السنين. فيديو طريف انتشر على السوشيال ميديا تحدث من خلاله طفل صغير عن العديد من المواقف المحرجة التي يتعرض لها بسبب إصابته بلدغة في حرف الراء، معبرا عن رفضه المعاملة التي يتعرض لها في العديد من المواقف الحياتية. وتساءل قائلا: ممكن كفاية تريقة على أصحاب اللدغة؟ أنت إنسان، ربنا اديك 28 حرف كاملين، ليه تتريق على حرفين وقعوا مني وتحسسني إن مستقبلي هو اللي وقع؟ نتابع. السلام عليكم. ممكن كفاية تريقة على أصحاب اللدغة؟ أنت إنسان، ربنا اديك 28 حرف كاملين، ليه تتريق على حرفين وقعوا مني وتحسسني إن مستقبلي هو اللي وقع؟ وليه لما أسمع لأم صوت الزلزال وأقول لها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ طول وضح كلامك، مش فاهمة. ليه ما ينفعش اللعب والشاورما، مكرونة، رز، فراخ، مربى؟ ليه لما أروح لعمه في السوبر ماركت أقول له عاوز كراتين يبصلي وكأني من كوكب تاني؟ ميغزنيش غير نتكلم مع حد في موضوع مهم ولاقيه بكل استظراف يقول لي ايه ده انت لدغ؟ قولي كده خروف خروف اللي لابس بلدسوف وليه ارنين واربع رجلين؟ عاوزكوا تعرفوا ان اللدغة دي شيء رباني وربنا مش بيقرب. لا، والمفاجأة اني ملهاش علاج، يعني لو صداع هاخد حبات ريفو، ولو ضغط هشرب كركديه، لكن دي لدغة اخد لها ايه؟ منظمة الصحة العالمية تستخدم كافة السبل لنشر التوعية والمعلومات المهمة للناس حول العالم عن فيروس كورونا المستجد. والجديد في الأمر أن المنظمة تعاونت مع شركتي Project Everyone وTiger Aspcat Production لإنتاج مقاطع فيديو توعوية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه باستخدام شخصيات مستر بن في فيلم كرتوني، بهدف التذكير بأهمية غسل اليدين والتباعد الجسدي من خلال نصائح بطريقة سلسة. Right. سلوك روتيني اعتاد أن يمارسه الصيني تشين هاي غانغ يومياً وعلى مدى 3 عقود، وهو المشي على طريقة القرود، مما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي. تشين يقول بأنه تعرض لأمراض متنوعة في عمر 20 بحكم عمله في الأرياف، فابتكر لنفسه تمريناً يحاكي حركة القرود، مما ساعد على تمدد عضلاته بالكامل وأشعره بالانتعاش، فلم يذهب إلى المستشفى منذ دوام ممارسته التمرين ولم يعد بحاجة إلى زيارة الطبيب. في أحد مروج السويد استقبل مطعم يضم طاولة واحدة ومقعداً واحداً أول زبائنه في محاولة للجمع بين تجربة التنزه وحماية الزبائن من خطر العدوى بفيروس كورونا. ويحمل المطعم الجديد اسم طاولة لشخص واحد، ولا يعمل به أي نادل، ولكن يقدم الطعام في سلة تخرج من نافذة المطبخ تصل للطاولة عن طريق بكرة دوارة متصلة بحبل. الغريب في الأمر والذي أثبت أن فكرة المشروع ناجحة أن المطعم محجوز إلى شهر أغسطس من العام الجاري. وبشذي نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من الترند. في أمان الله.